ليلي شو الفايدة من أن نكون صاحب هذا البيت وبعدين أقضي حياتي بالسجن؟ أنت ما سمعتي شو بيقول المثل يا مدام؟ على قد بساطك مد رجليك، القديمين هيك كانوا يقولوا. ليش ما بتفكري لك بشي خطة؟ تخلي ريتي تطلع من هالبيت بدون ما حدا يقرب عليها منها. يا مدام، راسين أحسن من راس واحد. إذا أنت وبيلاسي بتجتمعوا مع بعضكم ما حدا بيقدر يغلبنا. قوليلي، أنت بدك تدعميني لحتى نطالع ريتي من البيت ولا لا؟ يلا عادي، ما بينفات على المطبخ، مشان هيك أنا طلبت معجنات. يلا خلينا نبلش. بحب الصوص. استنى، ما بتنبسط إذا أكلت الصوص لحاله؟ لازم تجرب تدوقه مع المعجنات وشوف قديش هون طيبين. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجود